وينهم؟ مبروك عليك التقاعد يا ابو عامر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سبرايز! حضرة المتقاعد ابوي، السيدة زوجة ابوي المتقاعد، السيدة مشاعل زوجة العزيزة، السيد سليمان البزر. اما الان مع كلمة المتقاعد ابوي، صفقوا له. اتحداك المتقاعد البطل. عيالي ام عيالي، اشكركم شكرا جزيلا. انا الان حسب ما راح اتقاعد من شهر العسل. يا عساك ما تذوقه، هذه اخرتها يا ابو عامر؟ تبي تعرس علي؟ عرس التقاعد، عرس التقاعد يا بنت الحلال، خلاص ما تفرغ لك. الله يهديس يمه، دائما تفهمينا غلط. اما الان مع كلمه حرم المصون مشاعل. ممكن يا خالي تشرح لنا ايش خطتك بعد التقاعد؟ سؤال جميل، لكن كل شيء في وقته حلو ولا خالص. اجل نقطع الكيكه. حيو بابا. ايوه حيو بابا، حيو بابا، حيو بابا. يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، ما له خبر لا يكلم حداك الاغنية البطلة. يا عيال اقدحوا، هذه أحلى كيكة لعيونكم. وش المناسبة يا عامر؟ بمناسبة تقاعد أبوي، هذا التمديد الرابع له. تصدق أول مرة أشوف أبوي مبسوط كذا. مدام صار عاطل، إيش رأيك نسجله معانا في الاستراحة؟ إيه لا تقول أبوي عاطل، تفهم ولا ما تفهم؟ صاير تبون. تكفى يا مطربنا، مناسبة تقاعد ابوي ابي اغنية. ابشر حبيبي. يا من طلع للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نسل والرعاق. يا من طلع للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نسل والرعاق. عاش وعاش بعد ما عاش. اليوم أول يوم وتقاعد ولازم نسجل طلبات المطبخ. أجل سجل عندك. أول شيء خلاط المجلة يبي له تغيير. وش فيه؟ متأخر بعد؟ أوه من 5 سنين، ومروحة الشفت كمان يا خالي ما تشتغل. وش فيها ما تشتغل؟ أنا أذكر أول ما جينا نزلنا بالبيت الكهربائي راح بيجيب العدة وما رجع. يعني كده نحتاج لكهربائي وسباك؟ وين رحت أنا وأنا خالت؟ عجيب والله. أنا بصلح كل شيء، روحوا بس ناموا 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 بس وارتاحوا.